الخبر التالي الحصري عندنا عن اشرف داري. الجهاز الطبي والجهاز الفني قرر خضوع اشرف داري مدافع النادي الاهلي ومنتخب المغرب، هيعملوا له برنامج تقويات وبرنامج اتزان في منطقه الانكل ضمن البرنامج العلاجي اللي هو شغال معاه دلوقتي، وممكن يعملوا اربطه على المنطقه اللي بيعاني فيها من الالتهابات وبعض الرشح عشان يوصلوا الى اعلى معدل من التعافي التام، لانه طبيعه مكان الاصابه دي معرض دايما للالتحامات، هو راجل مساك فبيتزحلق وتاكلنج وكده، وبالتالي تكرار الاصابه وارد. الجهاز الطبي كمان بدا يراجع تاريخ اصابات اشرف داري مع الانديه اللي لعب فيها ومع منتخب المغرب، وبناء عليه مش هيكون هناك اي تعجل في علاج اللاعب وتاهيله ان شاء الله بشكل تام. نتمنى العوده سريعا لاشرف داري. خلينا مع الجهاز الطبي ولاعيبه النادي الاهلي. قرر الجهاز الطبي في النادي الاهلي انه ياسر ابراهيم مدافع الفريق هيعمل فحص طبي جديد بالاشعه بدايه من الاسبوع الجاي، عايزين يعرفوا مدى تعافي عضلات البطن، وعنده مشكله في اسفل عضلات البطن بيشتكي منها ومخلته يغيب عن مباراه زد، وبالتالي من حسن الحظ ان الدوري هيتوقف بعدها بسبب معسكر المنتخب، فهو مش موجود في المنتخب عشان الاصابه في مباراه راس الاخضر وبتسوانا، وهو خضع لفحص طبي. عشان كده الدكتور احمد جاب الله جاب دكتور جراحه عامه بسبب شكوك كانت موجوده انه يكون في عنده فتاوى ولا حاجه، لكن تاكد الحمد لله انها التهابات فقط في عضلات البطن لحد دلوقتي، وده نفس الاجراء اللي هيتم تطبيقه كمان في فحص جديد بدايه الاسبوع القادم. الحقيقه ياسر ابراهيم دائما